لك ايه؟ كيفك؟ مبروك. الله يبارك فيك. تسلم. مبروك نصيف. بارك الله عمرك. كيفك؟ وانا محمد. سلام من بدرية لك خاص. ايه. سلام من بدرية ومن رامي، بيسلموا عليك كثير. رامي بشوفه هون بس. محمد. بقول لأولاك إنه على راسهم. حبيبي، كيفك نصيف؟ مشكور الله منيح. شفت زينة؟ ايه كانت هون. والله. منيحة ماشي حالها؟ ايه على الأولى إنه عن جد بدرية وحدها هي منيحة قوية. عن جد. هلا بنحكي ملخص عن بدرية أصلا. بدك تلخص لنا بدرية هلا؟ شو؟ بدك تلخص لنا بدرية؟ بدرية تضحش عليك ما فيك تلخصها دبابي. لا عن جد واحد بيقدر يتعلم من شيء عملته بدرية. شو أخبارك؟ هلا إذا بسألك سؤال. إيه حبيبي. اللي بدك بدي أسألك. بدي أسألك. محمد. شيء ما دخل ما دخل بالبرايم. إذا بقول لك مثلا أعطيني غنية غنية شو بتعطيني؟ لإلك؟ إيه وأنا مش بالضروري بدي آخذ دائما أشياء معينة إلها علاقة بالتشويسز اللي الناس بتعرفك فيها. ما أنا غنيت دبنا غيابك دبنا مش شو هي؟ دبنا غيابك دبنا هي بس يعني بعيد. لا مثلا فيك تاخذ اشياء ثانيه. انت شو عم تقولي هلا بقول لك غنيه بدي مثلا كغنيه نفس سؤال شو مثلا انت بدك تقتنعي انت انك بدك تكوني قويه. هاي ذاتس ذا مين بروبلم اوف يور لايف. لا مش انه برا هلا ما هي بتكوني وحشه انت بدك تقدري يعني بدك تنقي انت شيء يعني انت عم تحطي حالك ببروفايل انه انا بدي اغني هيك هيك يعني مثلا شو بتنتظر من الحيط للحيط قول السترة بتعرفي شو مثلا لبناني في مثل لبناني بيقول مشي من الحيط للحيط قول اقرب السترة كلنا عرب يعني بس هي هون اغنيه هيك انت بدك تقولي اليوم بدي اقعد هيك شو بعد ينفع رح تاثر شيء على الناس يعني بدي اخذي شيء وحش انا محلك بعمل هيك شو بتنصحني غني بالبرايم الاخير فرضا الاول خيار لإلي طبعا مش خيار لإلي انا بس شو بتنصحني مثلا غني مثلا حب مثلا تسمعك هيك سماني مثلا هذا اللون شو انا بحبك بشيء قوي شوي مثل مثلا يعني لو يا سيف انا القعده طايل كانت سبق انه غنية انه الكل اللي بيغنيها وانا انا بالنسبه لي هم لا انه لذيذ ما انك صعبه هالقد لحتى انا بحب تحمس الناس في فرق بس انت لقدرات صوتك انا بفضل تكون في احسن شو مثل شو مثل اي حدا كلكم ثلاثتكم لازم تكونوا قبضايات اخر شيء طب مثل مطرب اعطيني في قبضاي اكثر من مودي صافي مثلا لا عملته عظيم بس عم بقول بدك تغير بدك تفكر كمان باغاني لذيذه مشكله عم بفكر مش عم بيطلع معي هلا هلا بفكر لك بغنيه فقط هلا هلا بفكر لك انا كمان بفكر لك ايه وانا محمد كم بتولد؟ بتولد اجا كيفك يا محمد؟ انا اسف انا مبروك الله يبارك فيك اول شيء يعطيكم العافيه على كل شيء خلص تذكروا من اول نهار تذكروا هون يعطيكم العافيه لكم تحملتوا كثير تحملتوا ضغط تحملتوا تعليم كثير تحملتوا اخطاء واشياء جميله قلتوها واشياء ما كنتوا على قدها مرات بس هذا كله بيعلمكم تكونوا بهالمركز بهالنهار هذا اللي انتم فيه هلا عليكم انه كل شيء تحطوه تفضوه هالجماعه ما لها علاقه بقى بالتعليم ما بقى تنفع صار الواحد ساتوري ما بينفع شيء هلا هذا الواحد عليه يركز ويكون منيح انبسطنا فيكم وانبسطنا بال 21 شخص اللي كانوا هون فعلا البرايمات حلوين كثير كانوا كمان تذكروا انه في كم برايم بيمرقوا مثل ما نحن مرقنا كلنا كاساتذه وكمسؤولين وككل شيء وكطلاب بيمرقوا فتره ساتوريه بصير راسهم مبلط يعني ما بيقعد يستوعب كل الامور مرات مع بعض بيمرقوا بمرحله بفوتوا بنفق شوي ليه هذا نفق الروتين اللي يعني غلط اذا ما كان ما بيكون غلط جماله انه فيما بعد ببين الضوء يعني بصير الواحد يرجع يستوعب الاشياء مثل مرات بيقولوا اللغه الالمانيه تنبسطي بحالك اول اربع خمسة اشهر بعدين سنه ونص بفوتي بنفق تهوج ما حد يعرف شيء ثم بعد سنتين ونص ثلاثه برجع بقول الشيء قال لي مزبوط للي مش كثير يعني اللي بيحب يتعلم لغه بس منه هو كثير اذا بدكم ضليع ضليع او ملتصق باللغه الالمانيه مع معنى متى هلا لنحكي عن بعض الاشياء اللي صارت بالبرايم اللي صار واللي انا ما حبيته بالبرايم ما حبيته من مرق نشاز اكيد مرق نشاز
بس ما حبيت عدم تركيزك رمضان، خصوصا بغنية جوزيف عطية كانت كتير اوت اوف تيون نحن عم نسمعها. لا كتير يعني، انا بذكر كنت قاعد مع ناس برقصت بحضره، كل الناس عم مزعوجين، كان لدرجه مطارح مش سلطن، ما فيش سلطن كان ابدا. ايه ما بتعرف شغله، انا ما دخلني، انا سمعته كنت عم نسمع انا منيح، حتى انا بسمع انا بسمع على صغير كل الناس انه كانوا عم يعملوا انه مثلا هالاغنيه غيرها احسن منها. انت وبدريه شوفوا مع دليدا اللي هم حسبتوا انه سهل اللحن، انا دليدا اكثر شيء قشطته. ايه انا هذا الغريب، انتبهوا كيف الانسان سمبل نوتس مثلا فيري سمبل نوتس بحس حلو الواحد انه انا لقطهم. لا ما بدكش مشكله محمد، هلا انت بالفينال اخر همك، بدك هلا تشتغل انك تركز. ليش منيح؟ ليه مش منيح اللي صار انه واحد امن على حاله؟ لا شعوريا بصير مش مركز، بصير انه تارك حاله، انه انا خلص وصلت قطعت نهار الثلاثة قالوا لي هيك عندي لنهار الجمعة اخر نهار مرتاح على وضعي. الواحد معود مركز، الخوف بخليك شوية بعدكم بعمر صغير. هلا اللي انتبهت له واللي اكيد منه كنت صار كل اصواتكم هلا منيح، والجهد اللي عملتوه انه تضاينوا توصلوا اربعة اشهر ونص اجمالا، بدها شغل الاصوات لحتى تضاين، وهيدا اللي تقريبا انا بشوف انه خذلكم شوي مرات بالشعور تبعكم اللي هو انه مثلا تغنوا واطي وعالي. امبارح في اغنيه صعبه لاصاله غنيتها بدريه، فيها صول على الواطي وفيها صال عاليه. اجمالا اجمالا بالغناء الشرقي عندنا بلبنان والعالم العربي زيحوا شوي عن بعض الاشخاص، زيحوا عني انا بحب علي يعني مستعمل رينج كثير ميدن يعني بطلع وبنزل وبعلي كثير. ليه الناس اللي بيعلوا بقى صول وفا مش هينين، يعني عم نحكي عن صول صول وبعدين عنا فا، يعني اوكتافين الا نوتا كانت عم تغني امبارح بدريه واصاله. هون بتكتشفوا كيف الاربع نوتات الخمس نوتات اللي تحت الدو راحوا من بدريه شوي، بطل فيهم الكواليتي. هاي ليه؟ هاي من وراء قله الخبره، من وراء التعب. فهمتوا كيف؟ الواحد لازم يكون فريش اكثر ليغني اشياء هالقد صعبه. هلا الكل عم بيصير معه نفس الشيء، وهذا مش غلط، هيدا نتيجه الضغط للانسان اللي بيعمله من خلال 4 اشهر ونص. اول شيء مبروك لكم لانه ضاينتوا وقطعتوا، والقطعه عندكم اذا بدكم او هالمرحله اللي قطعتوها لو وصلتوا لهون هي نتيجه برايم، نتيجه شغل بالاكاديميه، ونتيجة حب الناس لإلكم، ونتيجة كمان الهوى اللي انتم الناس قديش بتحبكم، وكمان نتيجة الناس قديش بتحب أشخاص، وكمان بعض البلدان اللي هي كتير تتعلق بأشخاص أو ناس أو يعني بتفرق بكل بساطة، بتفرق بين بلد وبلد وبين كبر وكبر مثل ما قال. مش بالضروره دائما يكون مظبوط هيدا، بس انه بالمجمل هيك ممكن تكون. بس سؤال ايه حبيبي سوري، بالاربع اشهر هدلون انا كان اكثر مره في حياتي بغني فيها امبارح بهالاربع اشهر. ايه مش شو المان بك باربع اشهر اللي مرقت فيها. ايه هي الاربع اشهر حسيت حالي اني انا يعني سوري هلا عم من اليوم بلش معي ليك بلشت لمصر خلص انتهيت. يعني نحن ما مر نهار علينا ما نهار ما غنينا. طب هذا هذا بس سؤال، هذا شيء طبيعي للمغني بكره بالحياه هيك؟ لا ما لا بيجي المغني لا 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 اكيد لا رح يكون سهل، بس في شيء اساسي بدنا نتفق على نقطه هلا بنحكي عنها. بس انه بس بدي ما بدي حدا يقدر، بس انت بتعرف انه هذا اللي مرينا فيه كثير متعب جدا. ايه ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف قد ما انا بعرف. ايه بس بدي اياك انه لك شيء انه انتم ضاينوا هون والشباب فوق بيعرفوا والاداره بتعرف ومدام رولا بتعرف ذهنيا انه الواحد يقعد هون هيك بكيوب انا ما بتحمل صراحة. اعطيتكم مثل هذيك الجمعه قاعد ببيتك حره، تقعدي انت ثلاث ايام ما تطلعي من بيتك صح، نهار بتسخني بتقولي بدي اطلع بالقوه. ما في شيء حدا ما عليك حريتك صح، في الممنوع مرفوع نتفق عليها. اذا انا هون مجرد انه قعدتوا هون ذهنيا منيح لقطعتوا المرحله وقطعتوها ب ب ب شو بقولوا ب بستريس وبضغط وبتعصيب، وخلينا نقول اكثر من هيك انه تحمل ضغوطات كثير كبيره. هون برجع بقول لك اكيد لا لازم يكون في راحه للصوت. اخطر شيء فيما بعد، هلا رح اضطر اكون اقسى شيء معكم. ان هي انتم بكره رح تطلعوا تفتحوا الباب لكم وتطلعوا. حرين انتم كيف بدكم تكونوا، بس في هيدا
بينكم من حالكم، لا ناس تطبل لي ولا صحافة بتطبل لي ولا معجبين بيطبلوا لي ولا دولة بتنبسط في، إذا أنا من جوا مش مقتنع ومصالح عندي تصالح مع ذاتي باللي أنا عم بقوله منيح ولا مش منيح، جيد ولا مش جيد. وهون يدخل الذكاء وعدم الاكتفاء. يعني إنسان أنه أنا بدي أعمل أحلى، أنا مش هيك منيح عم غني منيح ولا لا، لأنه أنتم بتعرفوا في مليون مطرب ومليون مغني مليون فنان، الناس بيذكر أنه عم تزقف له